بيبدأ المسلسل بعاملة نظافة اسمها توني وهي بتنظف في حفل زفاف، وبيقرب واحد من المعازيم منها وبيقول لها ان هي جميلة جدا وخسارة كبيرة ان هي تضيع جمالها في التنظيف، فبتتضايق توني من تصرفه وبتحاول تصده، لكنه بيكون مصمم ان هو يتعرف عليها. فبتيجي عاملة نظافة اسمها فيونا تدافع عن توني وبتضرب الراجل ده في رقبته، فالراجل بيتخنق وبيقع على الارض، فبسرعة توني بتساعده وبتقدر ان هي تعالجه لان هي اساسا دكتورة. وبعدها توني وفيونا بيمشوا بسرعة من المكان قبل ما الشرطة توصل، وبنعرف ان فيونا تبقى اخت جوز توني وان هما الاتنين وصلوا لامريكا عن طريق هجرة غير شرعية، لكن توني من كمبوديا وفيونا من الفلبين، ولكن هما الاتنين كانوا عايشين في الفلبين. وبتقول توني لفيونا ان اللي هي عملته ده كان ممكن يسبب لهم مشكلة كبيرة، لان الشرطة لو كانت وصلت كانوا هيعرفوا ان هما مهاجرين غير شرعيين وهيرحلوهم على بلدهم. وبعدها بيوصلوا للبيت هما الاتنين، وبتبدأ توني في تعقيم نفسها قبل ما تدخل لأوضة ابنها لوكا، وده لان هو مصاب بمرض نقص المناعة وممكن يتصاب عدوى من اي حاجة حواليه. وبنعرف ان لوكا محتاج يعمل عملية زرع نخاع، والعملية دي مش متاحة غير في امريكا. وبنعرف كمان ان توني سابت جوزها في الفلبين وهربت هي وابنها على امريكا علشان تعمل له العملية. وبعدها بنشوف توني وهي بتكلم جوزها ماركو، وبيفضل ماركو يتخانق معاها لان هي بقالها 8 شهور في امريكا ولسه لحد دلوقتي ما عملتش العملية لابنهم. فتوني بتقول له ان الاجراءات صعبة جدا، لكنها بتطمنه ان هي رايحة بكرة للمستشفى علشان خلاص هيحددوا ميعاد العملية. وبعدها بتنهي المكالمة معاه وبتنايم ابنها، وبتروح توني اللي شغلها تاني يوم في حلبة ملاكمة. وبنعرف ان صاحب الحلبة دي اسمه سايو، وسايو ده بينظم مباريات ملاكمة غير قانونية. وبعد انتهاء المباريات دي بتبدأ توني في تنظيف المكان، لكن فجأة بتسمع صوت دوشة في المكان وبتتفاجئ ان في عصابة بيتخانقوا مع سايو وبيقتلوه. وطبعا توني بتترعب جدا وبتحاول تستخبى، لكن من سوء حظها ان الموبايل بيرن والعصابة بيسمعوا الصوت وبيشوفوها، فبيوقفوها قدام رئيسهم اللي اسمه أرمان علشان يشوف هيعمل معها ايه. فبتفضل توني تتحايل عليه ان هو ما يقتلهاش، وبتوعده ان هي مش هتقول لاي حد على اللي حصل، وبتعرض عليه ان هي تنظف موقع الجريمة، وده لان هي دكتورة وعندها خبرة كبيرة جدا في ازالة اثار الدماء بحيث ان الشرطة ما يلاقوش اي دليل يدينهم. فبيعجب أرمان بالفكرة وبيوافق عليها، وبالفعل بتبدأ توني في تنظيف المكان باحترافية ومش بتسيب اي اثر للدم على الارض. وبعد ما بتخلص تنظيف بيوصلها أرمان لبيتها. وتاني يوم بتلاحظ فيونا ان توني شكلها متوتر من حاجة، فبتحاول تعرف منها ايه اللي حصل، لكن توني بترفض تحكي لها اي حاجة وبتطلب منها تديها مفاتيح عربيتها علشان تروح مع لوكا للمستشفى. فبتنصحها فيونا ان هي تصبر شوية لان الاطباء ممكن يعرفوا ان هي مهاجرة غير شرعية، لكن توني بتقول لها ان هي مش هتصبر اكتر من كده لان ابنها بيموت، وبتطمنها ان هي خدعت الاطباء اللي هي بتتعامل معاهم وفهمتهم ان هي مواطنة امريكية. وبعدها بتوصل توني للمستشفى وبتسأل موظفة الاستقبال عن ميعاد العملية بتاعت ابنها، فالموظفة بتصدمها ان الميعاد لسه ما تحددش لان اوراقها منتهية ومش هيقدروا يحددوا ميعاد العملية قبل ما تجدد اوراقها. فطبعا توني بتحس بالاحباط وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. وبتلاحظ توني ان في واحد من رجالة ارمان مراقبها، فبتقول للراجل ده ان هي عاوزة تقابل ارمان. وبتوصل توني عند ارمان وبتطلب منه يبعد عن حياتها لان هي مش ناقصة مشاكل. فارمان بيقول لها ان هو عاوزها تشتغل معاه علشان تنظف وراه بعد ما يخلص المهمات بتاعته، وبيديها فلوس وموبايل جديد، وبيوعدها ان هو هيوفر لها الحماية ليها ولابنها لو سمعت كلامه، لكنه مش هيقدر يحميها لو خلفت اوامره. فبتضطر توني ان هي توافق على عرضه لان هي خايفة على ابنها، لكنها بتطلب منه ان هو يساعدها في اجراءات عملية زرع النخاع بتاعت ابنها. فبيقول لها ارمان بكل ثقة ان هو هيحللها الموضوع ده النهاردة. وبترجع توني للبيت وبتلاحظ فيونا ان هي لسه متضايقة، فبتعرض عليها انهم يخرجوا سوا النهاردة، لكن توني بترفض وبتقول لها ان اعصابها تعبانة بسبب موضوع ابنها. وفي الوقت ده بيجي لتوني اتصال من المستشفى وبيفاجئوها ان هم حددوا ميعاد جديد لابنها في نهاية الاسبوع. فتوني بتتفاجئ جدا وبتسألهم ازاي ده حصل، فبيقولوا لها ان الدكتور سارو وصى عليها. فبتفهم توني ان الدكتور ده تبع ارمان، وطبعا بتفرح وبتقول لفيونا ان هي غيرت رأيها وهتخرج معها النهاردة. وبالليل توني وفيونا بيوصلوا لحفلة كبيرة في فندق، وبتفاجئها فيونا ان صاحب الفندق ممكن يشغلهم عنده لكن بشرط، وهم انهم يبيعوا ممنوعات للزباين في وقت الشغل. وطبعا توني بترفض وبتتخانق معاها وبتفهمها انهم كده بيعرضوا مستقبلهم للخطر. وفي الوقت ده بيجي لتوني اتصال من ارمان وبيطلب منها تقابله في مالها ليلي، وفي خلال دقائق توني بتوصل عنده. فبيقول لها ارمان ان مراته عامله حفله كبيره في فيتو وبيطلب منها تنظف فيتو من غير ما تسيب اي اثر للحفله. وتاني يوم بيوصل ارمان لبيته وبيتفاجئ ان توني نظفت البيت بشكل كويس جدا، فبيقول لها ارمان
عن ان هو مبسوط منها ومن اجتهادها وبيديها فلوس كتير وبيمشي. وبعدها بترجع توني لبيتها وبتتفاجئ ان فيونا عملت اللي في دماغها وان هي هتشتغل في توزيع الممنوعات. فبتفضل توني تتخانق معها وبتطلب منها تفكر في مستقبل ولادها. وفي اللحظة دي بيتصل أرمان على توني، فبتروح توني تقابله في المخزن بتاع سايو. وبيفاجئها أرمان إن الشرطة هتيجي تفحص المكان، وبيطلب منها تنظف المخزن كويس وحلبة المصارعة وتتخلص من أي حاجة تدينهم. وبعدها بيروح أرمان يقابل رئيسه اللي اسمه بارسا، وبيفاجئه بارسا إن هو زرع متفجرات في مخزن سايو علشان يتخلص من كل الأدلة اللي ممكن تدينهم. فطبعا أرمان بينصدم جدا لأن توني بتنظف حاليا في المخزن. فبسرعة بيرجع أرمان للمخزن وبيقدر ان هو ينقذ توني قبل الانفجار بالثواني، لكنه بيتصاب في رجله. ولكن توني بتقدر تعالجه من اصابته بكل احترافية، فبيكون أرمان منبهر جدا بيها. وتاني يوم بتقرر توني ان هي تعمل مفاجأة لابنها، فبتعمل له ملعب كرة سلة معقم جنب البيت علشان يقدر يلعب فيه براحته من غير ما تكون قلقان عليه. وبعدها بيجي لها اتصال من أرمان فبتروح تقابله. وفي الوقت ده بيكون في عميل فيدرالي اسمه ميلر مراقبها. وبالليل بتروح توني على شغلها اللي في صالة الألعاب وبتدخل تنظف الحمامات، فبيدخل عليها ميلر وهو شايل طفلة رضيعة، وبيستأذن توني ان هو يغير لبنته في حمام السيدات، وده لان حمام الرجالة مشغول. فبتوافق توني وبتسمح له يدخل. وبعد شوية بيعترف لها ميلر ان هو ضابط فيدرالي، وبيقول لها ان هو عارف عنها كل حاجة، وعارف كمان ان هي مهاجرة غير شرعية، وبيهددها ان هو هيرحلها على بلدها لو ما تعاونتش معاه. وبيسألها هي كانت بتعمل ايه في الحلبة بتاعت سايو. فبتقول له توني ان هي بتشتغل عاملة نظافة، وان هي بتروح تنظف اماكن كتير علشان تاخد فلوس. فبيسألها ميلر لو تعرف شخص اسمه أرمان، فبتتوتر توني وبتجاوب بالنفي. وفي اللحظة دي فيونا بتدخل عليهم، فبيسيبهم ميلر وبيمشي بكل هدوء. وبعدها بيتصل أرمان على توني وبيطلب منها تيجي على اللوكيشن اللي هيبعته لها فورا. وفي خلال دقايق توني بتوصل عنده وبتلاقي نفسها في مخزن كبير، فبتسأل أرمان هو محتاج منها ايه. فبيقول لها أرمان ان هو محتاج منها تنظف المخزن كويس وتمحي كل آثار الدم اللي في المكان. فتوني بتقوله ان هي ما بقتش قادرة تكمل في الشغلانة دي، وبتطلب منه يسيبها في حالها لان هي مش عاوزة تعرض حياة ابنها للخطر. فبيقولها أرمان ان حياتها هتتعرض للخطر لو بعدت عنه، وده لان اي حد بيخرج برا العصابة بيكون مصيره الموت. وبيفهمها ان هو مش عاوز يقتلها وان هو بيعمل كل ده علشان يحميها. فتوني بتتوتر من كلامه وبتقرر تتراجع عن قرارها. وبعد مرور كام ساعة توني بتخلص تنظيف وبتستعد علشان تمشي، لكنها بتشوف واحد من رجالة أرمان شكله متوتر جدا، وبتحس ان هو بيخطط لحاجة خطيرة، لكنها ما بتهتمش بالموضوع قوي. وفي نفس اللحظة بتوصل لها رسالة من فيونا وبتقولها فيها ان الشرطة وصلوا لصالة الألعاب. فبسرعة توني بتتحرك على هناك وبتتفاجئ ان ميلر واقف مع فيونا وبيستجوبها. فتوني بتزعق له وبتطلب منه يسيبهم في حالهم وبتاخد فيونا وبتمشي. وبعدها بترجع توني للبيت وبتتفاجئ ان لوكا حرارته عالية جدا ومريض، والمشكلة ان الدواء بتاعه خلص، وكمان الصيدلي اللي بيجيب لها الدواء موبايله مقفول، ومش بيكون قدامها حل غير ان هي تنقل ابنها للطوارئ. وبتقرر في الاخر ان هي تاخد ابنها وتروح لأرمان، ولما بتوصل عنده بيرفضوا يدخلوها لان معها طفل صغير. لكن أرمان بيشوفها وبيروح يسألها ايه اللي جابها هنا. فبتقول له توني ان ابنها مريض وبتطلب منه يساعدها تدخل للمستشفى من غير ما يطلبوا منها هويتها. فبياخدها أرمان للمستشفى اللي الدكتور صار وشغال فيها، وبيصدمهم الدكتور ان لوكا عنده تلف في الكبد. فبسرعة بينقلوه للعناية المركزة، وبيقدر الدكتور ان هو ينزل حرارته. وفي الوقت ده بيجي الأرمان اتصال من رئيسه بارسا فبيروح يقابله. وبعدها بشوية بيتصل أرمان على توني وبيطلب منها تقابله في المخزن بتاعه. ولما بتوصل توني لهناك بتتفاجئ ان أرمان واقف مع بارسا، وبيكون بارسا بيتخانق مع أرمان لان هو سايب توني عايشة لحد دلوقتي. فأرمان بيقوله ان توني ذكية وبتساعدهم في اخفاء الادلة، لكن بارسا ما بيقتنعش بكلامه وبيمسك سلاحه علشان يخلص عليها. لكن توني بتطلب منه يديها فرصة علشان تثبت ولائها، وبتقوله ان هي شافت واحد من الرجالة بتاعتهم بيتصرف بشكل غريب وقت ما كانت بتنظف المخزن، وبتقوله ان هي شاكة ان الراجل ده بيسرق منهم البضائع بتاعتهم. فبيروح أرمان يحقق مع الراجل ده وبيلاقيه فعلا بيسرق البضائع بتاعتهم. فبيتفاجئ بارسا من ذكائها وبيوافق ان هو يسيبها تعيش لان هي اثبتت ولائها. وبعدها بترجع توني للمستشفى وبيطمنها الدكتور ان حالة ابنها استقرت، لكن حالة الكبد بتاعه ما اطمنش. وبيقول لها كمان ان هي ذكية جدا لان هي قدرت تشخص ابنها، ومن تشخيصها قدر ان هو يعالجه بالطريقة الصح.
وفي الوقت ده بيكون ميلر واقف مع محققة اسمها سارة، وبيعرض عليها صور لتوني مع أرمان، وبيقول لها ان توني كذبت عليه وقالت له ان هي ما تعرفش أرمان، وبيقول لها ان هو هيخلي توني تشتغل لحسابه علشان تنقل له اخبار أرمان وباقي العصابة. وتاني يوم بيخرج لوكا من المستشفى، وبتتفاجئ توني ان ابنها رسم صورة لأرمان وبقى بيعتبره البطل الخارق اللي انقذه من الموت. فبتروح توني تقابل أرمان وبتشكره على مساعدته ليها، وبتوريه الصورة اللي لوكا رسمها له، وبتقول له ان هي ممتنة ليه جدا، وبتطلب منه يزود لها عدد ساعات الشغل لان هي محتاجة فلوس اكتر. وتاني يوم بتوصل توني للمستشفى مع ابنها علشان يعمل عملية زرع النخاع، لكن الدكتورة بتصدمها ان العملية هتتأجل، وده لان ابنها مصاب بتلف في الكبد وممكن يموت في اوضة العمليات. وبتقول لها ان هما محتاجين يعملوا شوية تحاليل الاول علشان يطمنوا على وظائف الكبد قبل ما يحددوا ميعاد العملية. فطبعا توني بتنصدم وبتحس باحباط شديد، وبعدها بتتفاجئ ان ميلر وصل عندها المستشفى وبيقول لها ان هو كشف كذبتها، وبيهددها ان هو هيرحلها على بلدها لو ما تعاونتش معاه، ونقلت له كل اخبار أرمان. فتوني بتقول له ان هو شخص قاسي وما عندوش قلب، لانه هيكون السبب في موت ابنها لو رحلها بره امريكا، وبتسيبه وبتمشي. وبيجي الليل وبتوصل توني لشغلها في مالها الليلي بتاع أرمان، وبتنصدم لما بتشوفه بيعذب واحد من رجالته. وتوني بتتفاجئ جدا لان هي ما كانتش فاكره ان هو بالقسوه دي. وتاني يوم بتقابل ميلر وبتقول له ان هي موافقه تشتغل لحسابه، فميلر بيقول لها ان بارسا هيعمل فرح بنته بعد يومين، وبيطلب منها تجيب له اسامي كل المعازيم اللي هيكونوا هناك. وبنروح ليوم الفرح وبنشوف توني وهي بتنظف هناك، وبنلاحظ ان أرمان معاه قايمه باسامي كل المعازيم. فبتستنى لحد ما أرمان يخرج من المكتب وبتدخل بعده بسرعه، وبتصور قائمه المعازيم. وفي اللحظه دي بيدخل طارق ابن بارسا للمكتب، وبيتهم توني ان هي حراميه وبيكون مصمم يفتشها، لكن أرمان بيوصل عندهم في الوقت المناسب وبيدافع عن توني وبيحميها. وتاني يوم بتروح توني تقابل ميلر وبتكذب عليه وبتقول له ان هي ما قدرتش تجيب له قائمه المعازيم. وبعدها توني بتقابل الدكتوره اللي بتعالج ابنها، وبتصدمها الدكتوره ان لوكا حالته متاخره ومش هينفع يعمل عمليه زراعة نخاع غير لما يعمل عملية زراعة الكبد الأول. وتاني يوم توني وفيونا بيروح يقابلوا الدكتور المسؤول عن حالة لوكا، وبيسألوه عن هوية المتبرع اللي كان هيتبرع بالنخاع للوكا. فبيصدمهم الدكتور وبيقول لهم إن المتبرع غير رأيه ومش هيعمل العملية. فتوني بتطلب منه يديها اسم وعنوان المتبرع، وهي هتقنعه بنفسها إن هو يتراجع عن قراره ويتبرع لابنها، لكن الدكتور بيرفض لأن دي معلومات سرية. فبتخرج توني مع فيونا بره مكتب الدكتور وبيكونوا محبطين جدا، لكن توني بيجي لها فكرة وبتستنى لحد ما الدكتور يخرج من مكتبه. وبعدها بتدخل للمكتب بسرعة وبتاخد بيانات المتبرع وبتمشي، وبتعرف ان المتبرع ده فلبيني واسمه جو. وبيجي الليل وتوني وفيونا بيرجعوا للبيت، وبعدها توني بتكلم جوزها وبتحكي له ان ابنهم عنده تلف في الكبد، وده بسبب ضعف جهاز المناعة بتاعه، لكنها متأكدة ان الكبد هيرجع يشتغل تاني لو عمل عملية زراعة للنخاع. وبتطلب منه ما يقلقش لان هي هتقابل بكرة المتبرع هتقدر تقنعه ان هو يتبرع لابنهم. وتاني يوم توني وفيونا بيوصلوا لعنوان بيت جو وبتستقبلهم بنته، وبتقول لهم ان ابوها ساب البيت من زمان وبتديهم عنوان معرض السيارات بتاعه. وبعد شويه توني وفيونا بيوصلوا لمعرض السيارات بتاع جو، وبيحاولوا يقنعوه ان هو يتراجع عن قراره ويعمل العمليه لان هو المتبرع الوحيد اللي النخاع بتاعه متطابق مع جسم لوكا. فبيقول لهم جو ان هو هيتبرع لكن بشرط واحد، وهو انهم يدفعوا له 100,000 دولار. فبتقول له توني ان هو شخص اناني وما عندوش رحمه، وبتفهمه ان حياه لوكا بين ايديه، لكن جو مش بيتاثر بالكلام ده وبيقول لها ان هو مش هيتبرع غير لما ياخد مقابل مادي. فبتمشي توني مع فيونا وهم محبطين. وبعدها بتروح توني تقابل ميلر، وبيقول لها ميلر ان هو حاسس ان هي بتلعب بيه ومش عاوزه تقول له على المعلومات اللي هي عارفاها، وبيديها مسجل على شكل قلم وبيطلب منها تحطه جنب أرمان. وبيكون واضح ان توني مش حابه ان هي تاذي أرمان، لكنها بتاخد القلم وبتضطر تسمع كلام ميلر. وبالليل بتوصل توني للملهى الليلي بتاع أرمان، وبتبدأ تنظف جنبه علشان تحط القلم، لكن وقتها أرمان بينادي عليها وبيطلب منها ما تنظفش غير بعد ما الزباين يمشوا. فبتعتذر له توني وبتقوله ان هي كانت سرحانة مش اكتر. فبيسألها أرمان لو في حاجة شغلاها، فبتحكي له توني ان المتبرع غير رأيه ومش هيتبرع لابنها. فأرمان بيتضايق علشانها وبيطلب منها ما تقلقش، وبيوعدها ان هو هيحللها الموضوع ده وهيخلي المتبرع يعمل العملية. وتاني يوم بيروح أرمان يقابل جو في
المعرض بتاعه وبيطلب منه يتراجع عن قراره ويعمل العملية، لكن جو بيرفض وبيسيبه وبيمشي. فبيضطر أرمان ان هو يخطفه وبيحبسه في المخزن بتاعه. وبعدها بتوصل توني للمخزن وبتتفاجئ ان أرمان خطف جو، فبتزعق له وبتقول له ان هي ما اتفقتش معاه على كده. فأرمان بيقول لها ان ما كانش في حل تاني قدامه. فبتحاول توني ان هي تتكلم مع جو بالراحة علشان تخليه يغير رأيه، لكنه برضه ما بيقتنعش. وفي الوقت ده بيجي لأرمان اتصال من توم، وتوم ده بيكون واحد من افراد العصابة، وبيقول له ان الشرطة الفيدرالية هيوصلوا للفندق بتاعه في خلال دقايق وهيدخلوا يفتشوا اوضته. فأرمان بيطلب من توني تروح بسرعة لأوضة توم وتسرق اللابتوب بتاعه، وبالفعل توني بتعمل كده. وبعدها على طول ميلر بيوصل للأوضة ومش بيلاقي اللابتوب، لكنه بيلاقي سلسلة توني على الأرض. وبعدها بترجع توني عند جو بتقوله ان هي مش هتجبره يعمل حاجة هو مش عاوزها، وبتعرض على ان هي توصله لبيته علشان تعوضه على اللي حصله النهاردة. وفي الطريق عجلة العربية ضغط الهواء اللي فيها بيقل، فبيقفوا علشان يصلحوها. وفي الوقت ده بيتصل لوكا على امه وبيطلب منها تغني له قبل ما ينام. فبيتأثر جدا جون الموقف ده، وبيحكي لتوني ان مراته دخلت تعمل عملية فتاء بسيطة من كام سنة، لكنها للأسف ماتت اثناء العملية، ومن وقتها هو بيخاف من العمليات. لكن كلام ابنها اثر فيه وبيفاجئها ان هو هيتبرع لابنها بالنخاع. وبالفعل بعد كام يوم بيعملوا العمليه لوكا، وبتكون توني سعيده جدا، وكمان بتعزم جوف بيتها علشان تشكره على اللي عمله معاها، وبتعمل له مفاجاه وبتجيب له بنته اللي ما شافهاش من سنين، وبتقول له بنته ان هي فخوره بيه جدا وبتحضنه. وتاني يوم بنشوف توني وفيونا وباقي زمايلهم بينظفوا باص، لكن فجاه شرطه الهجره بيوصلوا عندهم وبيقبضوا عليهم وبيرحلوهم على معتقل. وبيكون موجود معاهم في المعتقل ده عدد كبير من المهاجرين الغير شرعيين. وبعد كم ساعة بيخرجوا توني من المعتقل وبياخدوها تقابل ميلر. وبتنصدم توني لما بتعرف ان هو اللي بلغ عنهم، فبيقول لها ميلر ان هي السبب في اللي حصل لان هي بتكذب عليه. وبيوريها السلسلة بتاعتها اللي لقاها في اوضة توم، وبيقول لها ان توم اتقتل امبارح، وبيسألها لو تعرف اي معلومة عن الشخص اللي قتله. فبتتفاجئ توني وبتقوله ان هي ما عندهاش اي فكرة عن موته. فبيقول لها ميلر ان هو هيسيبها تمشي علشان تجيب له معلومات عن العصابة، وبيوعدها ان هو هيفرج عن فيونا لو جابت له اللابتوب بتاعتهم. وبالليل بتوصل توني للملهى الليلي، وبتاخد بالها ان أرمان متوتر جدا بسبب مشاكل الشغل، فبتروح تقعد معاه وبتحاول تهون عليه. وبتحس توني ان أرمان شخص كويس وما يستحقش ان هي تخدعه، فبتقرر ان هي تعترف له ان الشرطه الفدراليه مراقبينه، وبتقول له ان هم جندوها عندهم علشان تنقل لهم كل اخباره، لكنها بتاكد له ان هي ما قالت لهمش اي معلومه ممكن تضره. فطبعا أرمان بينصدم من كلامها وبيطردها بره. وتاني يوم بتروح توني تقابل ميلر وبتكون منهارة من العياط، وبتقول له ان هي ما قدرتش تعرف اي معلومات عن العصابة، وبتطلب منه يخرجها بره الموضوع لان هي مش قده. لكن ميلر بيرفض وبيهددها ان هو هيرحل فيونا للفلبين لو ما تعاونتش معاه. وفي نفس اليوم بتروح توني تقابل أرمان بعد ما اتصل بيها، وبيقول لها أرمان ان رئيسه في الشغل اكبر ان هو يعمل حاجات وحشة كتير، وبيقول لها ان هو غلط كتير في حياته بسبب رئيسه. وبيفاجئها وبيقول لها ان هو هيتعاون معاها، وبيديها اللابتوب بتاعتهم علشان تسلمه لميلر، وبيقول لها ان هو مسح الحاجات اللي ممكن تأذيه من على اللابتوب، وبيأكد عليها ان هي ما تاخدش اي قرار من غير ما ترجع له، لان هو هيقول لها على المعلومات اللي تقدر تبلغها للشرطة. فبتشكره توني وبعدها بتروح تقابل ميلر وبتقول له ان اللابتوب معاها، لكنها مش هتسلمه له غير لما يخرج فيونا من المعتقل. فبيروحوا هما الاثنين للمعتقل علشان يحرروا فيونا، لكنهم بيعرفوا ان هي اتنقلت لعربية الترحيلات. وبعدها بيقدر ميلر ان هو يحدد مكان عربية الترحيلات اللي فيونا موجودة فيها، فبيروحوا ورا العربية وبيوقفوها وبينزلوا فيونا من العربية. وطبعا فيونا بتكون في حالة صدمة وبتنهار من العياط في حضن توني. وتاني يوم توني بتعترف لفيونا بكل حاجة بخصوص شغلها مع العصابة، فبتنصدم فيونا ان هي كانت مخبية عنها موضوع زي ده وبتتخانق معاها. فبتقول لها توني ان هي مرضيتش تقول لها علشان تحميها، لكن فيونا ما بتقبلش تبريراتها. وبعدها بتروح توني تقابل الدكتور وبتقوله ان الكبد بتاع ابنها ما تحسنش، وده حتى بعد ما عمل العملية، وبالتالي فابنها محتاج عملية زراعة كبد. فبيقول لها الدكتور ان الموضوع ده صعب جدا لان هي مهاجرة غير شرعية، وما ينفعش تعمل عملية زي دي لابنها من غير ما تقدم اوراق هويتها للمستشفى. فبتشكره توني على مساعدته وبتلف علشان تمشي، لكن الدكتور بيوقفها وبيقول لها ان مفيش غير حل واحد، وهو انها تلجأ للسوق السوداء، لان بيكون فيه متبرعين كتير في السوق السوداء مستعدين
يتبرعوا بفص من الكبد بتاعهم مقابل مبلغ مادي. وغير كده السوق السوداء هتوفر لهم مستشفى يعملوا فيها العملية من غير ما تحتاج لأوراق هوية. فبتتحمس توني للفكرة دي، وبعدها بتروح تقابل أرمان وبتحكي له عن موضوع ابنها، وبتقول له إن هي محتاجة مساعدته علشان يوصلها بحد في السوق السوداء. فبياخدها أرمان وبيروح يقابله تاجر أعضاء، ولكن التاجر بيقول لأرمان إن هو مش هينفع يجي معاهم لمقر تجار الأعضاء. وبعدها التاجر بيطلب من توني إن هي تركب العربية اللي هتوديهم للمقر، وبتتفاجئ توني إن العربية فيها ناس كتيرة جدا ومن ضمنهم طفلة اسمها ليزي. وبعد شوية العربية بتوصل لمقر تجار الأعضاء، وهناك توني بتقابل زعيمة التجار واللي اسمها دونا. فبتقول لها دونا ان الناس بيجوا لهنا علشان يتبرعوا بأعضائهم في مقابل ان التجار يوفروا لهم الاقامة في امريكا، وبتقول لها ان عملية ابنها هتكلفها 70,000 دولار. وطبعا توني بتتفاجئ من الرقم، وبتقول لها ان هي ما تقدرش تدفع المبلغ ده. فدونا بتقول لها ان هي لو عملت العملية دي بره هتكلفها على الاقل 200,000 دولار، وبتقول لها ان الفلوس دي معظمها بيروح للطاقم الطبي. فتوني بتقول لها ان هي دكتورة ممكن تساعد في العملية علشان تقلل من المصاريف. فدونا بتفكر في كلامها وبتعرض عليها عرض تاني، وهو انها تعمل 3 عمليات زراعة كلى في مقابل انهم يعملوا العملية لابنها ببلاش. فبتفرح توني وبتوافق على طول. وبالليل بتلجع توني للبيت وبتحكي لفيونا على عرض دونا. ففيونا بتقول لها ان العمليات دي غير قانونية وبتطلب منها تراجع نفسها قبل ما تاخد اي قرار. وفي اللحظة دي بيجي لتوني اتصال من ارمان وبيطلب منها ان هي تقابل ميلر وتقول له ان هي شافت 3 عربيات اسلحة قدام مستودع بارسا. فبتستغرب توني وبتسأله هو ليه عاوزها تقول له حاجة زي كده. فارمان بيطلب منها تنفذ الاوامر من غير ما تسأل. وبالفعل تاني يوم توني بتقابل ميلر وبتقول له ان في شحنة اسلحة هتخرج النهاردة من المستودع بتاع بارسا، وبعدها بتطلب منه يساعدها في اوراق اقامتها. فبيوعدها ميلر ان هو هيحاول يخلص الاوراق في اسرع وقت، وبيطلب منها تقول له على معلومات اكتر علشان يعمل لها ورقها بسرعة. فبتقول له توني ان هي قالت له كل المعلومات اللي تعرفها. وبعدها بنشوف شحنة الاسلحة على الطريق، وبيكون ميلر ماشي وراهم وفجأة بيقطع عليهم الطريق وبينزل يفتش عربية الاسلحة، لكنه بيتفاجئ ان العربية ما فيهاش اسلحة. وطبعا ميلر بيكون متعصب جدا وبيحس ان ارمان بيلعب بيه. وفي نفس الوقت بنشوف بارسا وهو بيشكر ارمان لان هو انقذ الاسلحة بتاعته، وبيقول له انه من غير مساعدته كان زمانه في السجن، وبيفاجئ ان هو هيكتب له الفندق بتاعه باسمه. وعلى الناحية التانية بيقول ميلر لزميلته ان توني وارمان بيلعبوا بيه، وعلشان كده هو قرر ان هو يغير الخطة وياخد حذره من توني. وتاني يوم بتستعد توني علشان تعمل عملية الكلى، لكنها بتتفاجئ ان المتبرعة هي ليزي، فبترفض توني ان هي تعمل العملية. وبتتخانق مع دونا لان هي وافقت ان هي تاخد كلية من طفلة صغيرة. فبتقول لها دونا ان اهل ليزي هم اللي قرروا يعملوا كده علشان الفلوس، وبتقول لها انهم بيعملوا العمليات دي يومية للاطفال اللي زيها، لكن توني بترفض تعمل العملية وبتمشي. وبالليل بتوصل توني للملهى بتاع ارمان، وبيلاحظ ارمان ان هي بتعيط فبيسألها عن السبب. فبتقول له ان هي مش هتعمل العملية لابنها وبتحكي له على اللي حصل الصبح. فبيحضنها ارمان علشان يواسيها، وفجأة بيقربوا من بعض بشكل رومانسي. ولما توني بتستوعب اللي هي عملته بتمشي بسرعة. وبعد شوية بتوصل توني للبيت وبتلاقي فيونا بتعيط من الفرحة. فبتسألها ايه اللي حصل. ففيونا بتقول لها ان ماركو جه من الفلبين النهاردة. وطبعا توني بتتفاجئ لما بتشوف جوزها، لكنها بتكون سعيدة وبيقعدوا يحتفلوا سوا طول الليل. وبعدها بيجي لتوني اتصال من ارمان، فبتروح تكلمه بعيد عن جوزها. وبيكون ماركو مستغرب جدا ان في حد بيتصل على مراته في وقت زي ده. وبعدها بتوصل توني عند ارمان علشان تنظف مكان الجريمة اللي عملها. فبيفاجئها ارمان ان هو قرر يساعدها في تكاليف عملية ابنها. فبتشكره توني وبتحكي له ان جوزها وصل لامريكا. وبيكون واضح ان ارمان اتضايق من الخبر، لكنه بيحاول يتظاهر ان هو طبيعي قدامها. وبعد ما توني بتخلص شغلها بترجع البيت، وبتقول لها فيونا ان جوزها متضايق من خروجها بره البيت في وقت متاخر، وبتطلب منها تحل امورها مع جوزها لان هي مش مستعده تدخل في مشاكل مع اخوها بسببها. وتاني يوم بتعترف توني لجوزها ان هي شغاله مع عصابه، وبتقول له كمان ان ارمان رئيسها في الشغل قرر يساعدهم في مصاريف علاج ابنهم. وطبعا ماركو بيتعصب من كلامها وبيقول لها ان اكيد ارمان عاوز منها حاجه في مقابل مساعدته ليها،
لكن توني بتأكد له ان ارمان انسان كويس وبتقول له ان هو خايف على ابنهم مش اكتر، فبيتضايق ماركو ان هي بتدافع عنه وبيقول لها ان هو مش موافق على الموضوع ده. وبالليل بتوصل توني للملهى الليلي وبتشكر ارمان على مساعدته ليها، فارمان بيقول لها ان دي اقل حاجه ممكن يقدمها لها، وبيوعدها ان هو هيوفر لها مبلغ عمليه ابنها في اقرب وقت. وفي اللحظه دي ماركو بيوصل عندهم وبيتخانق مع ارمان وبيطلب منه يبعد عن مراته، فتوني بتزعق لجوزها وبتطلب منه يمشي فورا. ووقتها بتشوفهم نادية زوجة ارمان وبتكون شاكة ان جوزها على علاقة بتوني لان هو مهتم بيها زيادة عن اللزوم، لكن ارمان بيأكد لها ان مفيش حاجة بينهم وان هو بيساعدها بس لان ظروفها صعبة مش اكتر. وتاني يوم بتروح توني تقابل ميلر، فبيقول لها ان هو عارف ميعاد تسليم شحنة الاسلحة بتاعت ارمان، وبيطلب منها ترايب ارمان وتبلغه بكل تحركاته علشان يقبض عليه متلبس. وطبعا الكلام ده بيكون جزء من خطة ميلر لان هو عارف ان توني هتبلغ ارمان بكل حاجة، وبيكون عاوز يأخر تسليم الشحنة علشان يقبض على ارمان وبرسا سوا. وبالفعل بتروح توني تقابل ارمان وبتحكي له على اللي قاله ميلر، فارمان بيتضايق جدا لان هو هيضطر يأجل صفقة الاسلحة، وبيقول لتوني ان هو كان هيديها جزء من الفلوس بتاعة الصفقة علشان تعمل عملية ابنها، فتوني بتطلب منه ما يشيلش هم الموضوع ده وهي هتتصرف. وبالليل بترجع توني للبيت وبتتفاجأ ان ماركو مش موجود، وبتعرف من فيونا ان هو قافل تليفونه من الصبح، فبتحس توني ان هو رجع للعب الامور من تاني، فبتروح تشوف الفلوس بتاعتها وبتكتشف ان جوزها سرقها كلها، فبتتاكد هنا ان هو رجع للعب الامور. ولكن في الحقيقه بيكون ماركو رجع للامور علشان يوفر فلوس عمليه ابنه، لكنه كالعاده للاسف بيخسر كل فلوسه. وتاني يوم بيرجع ماركو للبيت وبتفضل توني تتخانق معاه بسبب اللي هو عمله، فبيقول لها ماركو ان هو رجع يلعب قمار علشان خاطر ابنهم لان هو مش عاوز حد غريب يساعدهم في فلوس علاج ابنه. فبتزعق له توني وبتقول له ان هي زهقت من مبرراته السخيفه. وبعدها بتروح توني تقابل ارمان وبتقول له ان هي لقت متبرعه لابنها وقررت ان هي تعمل له العمليه في المكسيك لان هناك في مستشفيات متطوره، لكن المشكله ان هي مش هتعرف ترجع لامريكا تاني. فبيقول لها ارمان ان هو هيساعدها ترجع لامريكا تاني، يقول لها ان هو لسه عنده وعد وهيتكفل بكل فلوس العمليه. فبتساله ازاي هيعمل كده وصفقه السلاح لسه ما تمتش، فبيقول لها ارمان ان هو هيتصرف. فبتقترح عليه توني ان هو يخلص صفقه الاسلحه بتاعته في المكسيك، وده لان الشرطه الفدراليه ملهاش سلطه هناك. فبينبهر ارمان بالفكره وبيتفق معاها انهم يسافروا سوا للمكسيك. وبعدها بيروح ارمان يبلغ مراته ان هو مسافر للمكسيك علشان يخلص صفقه الاسلحه بتاعته هناك، وبيطلب منها ان هي تبلغ بارسا ان هو سافر مدينته علشان يحضر جنازة عمته. وتاني يوم بتسافر توني مع ابنها وارمان والمتبرعة للمكسيك. وفي الوقت ده بيوصل ميلر لبيت فيونا وبيسألها عن مكان توني، فبتقول له فيونا ان هي في الشغل، فميلر بيطلب منها ما تكذبش عليه وتقول له الحقيقة، ففيونا بتتوتر وبتطرده بره بيتها. وبعدها ميلر بيعمل تحريات وبيعرف ان توني سافرت للمكسيك مع ارمان، فبيروح يقابل نادية وبيقول لها ان جوزها سافر للمكسيك مع توني وبيقضوا وقت رومانسي سوا هناك. فطبعا نادية بتتفاجئ لان هو كان مفهمها ان هو مسافر علشان يخلص صفقة الاسلحة. وبترجع نادية لبيتها وهي متعصبة وبتلم هدومها علشان تمشي من البيت، لكنها بتتفاجئ ان بارسا جاي يزورها وبيقولها ان هو اتصل بوالد ارمان علشان يعزيه، واكتشف ان عمته ما ماتتش ولا حاجة، وبيطلب منها تقوله الحقيقة. فبتقوله نادية ان هي اكتشفت ان جوزها في المكسيك وبيخونها مع توني. وبعدها نادية بتبعت رسالة لجوزها وبتقوله ان بارسا عرف الحقيقة. وطبعا ارمان بيتوتر جدا وبيقول لتوني ان هو مضطر يسيبها ويرجع لامريكا لان حصل شوية مشاكل في شغله. وبعدها بتقعد توني مع الدكتور علشان تعرف منه ميعاد العملية، فبيصدمها الدكتور ان العملية هتتأجل لان في حالة تانية مستعجلة ومحتاجين يعملوا لها العملية قبل ابنها. فبتفهم توني ان الدكتور اخذ رشوة من اهل الحالة التانية علشان يعمل العملية بتاعتهم الاول، وبتفضل تتخانق معاه وبتقول له ان ابنها هيموت لو ما عملش العملية النهاردة، لكن الدكتور بيعتذر لها وبيقول لها ان الموضوع مش في ايده. فبترجع توني لأوضة ابنها وبتدي له مخدر خفيف وبتشيل جهاز قياس نبضات القلب من على صوابعه. وطبعا الاطباء بيفتكروا ان في مشكله حصلت في قلب لوكا، فبيروحوا بسرعه علشان يطمنوا عليه. فتوني بتتخانق مع الدكتور وبتقول له ان ابنها لازم يعمل العمليه دلوقتي، فالدكتور بيقول لها ان مفيش ولا جراح فاضي يعمل عمليات النهارده. فبتقول له توني ان هي دكتوره وان هي اللي هتعمل العمليه لابنها. وفي البدايه الدكتور بيرفض لان هو مش متاكد من كلامها ولا كفائتها، لكن توني بتوري له الاوراق بتاعتها اللي بتثبت فيها ان هي
طبيبة جراحة، فبيضطر الدكتور ان هو يوافق. وبتجهز توني وبتدخل غرفة العمليات، وفي البداية بتكون متوترة، لكنها بتنجح في النهاية ان هي تعمل العملية لابنها، وبتكون سعيدة جدا بالانجاز ده. وبعدها بتتصل توني على فيونا وبتقول لها ان العملية نجحت، وطبعا فيونا بتفرح جدا علشانها، لكنها بتصدمها ان ميلر كان عندها وعرف ان هي في المكسيك، وبتطلب منها تاخد حذرها. وعلى الناحية التانية بيكتشف فارسا ان ارمان سرق اسلحته وكان هيبيعها من وراه، فطبعا بيتعصب جدا وبيقرر يعاقبه على افعاله. وفي نفس الوقت بتكون نادية بتتخانق مع ارمان بعد ما اكتشفت ان هو سافر مع توني علشان يخونها، وبتطرده برا البيت. فبيخرج ارمان برا البيت وهو متضايق، وبيجيله اتصال من توني وبتطلب منه ياخد حذره لان ميلر عارف ان هما سافروا للمكسيك. فارمان بيقول لها ان هو عارف، وبيستعد بعدها علشان يركب عربيته، لكنها فجأة بتنفجر. وطبعا توني بتسمع الانفجار وبتخاف ان هو يكون حصل له حاجة، وفي نفس الوقت بتسمع نادية صوت الانفجار، فبتخرج بسرعة برا البيت وبتلاقي جوزها واقع على الارض، فبتفوقه بسرعة وبيهربوا من المدينة. وتاني يوم بيقول الدكتور لتوني ان فلوس العملية لسه ما وصلتش لحد دلوقتي، فتوني بتقول له ان هي هتتصل على ارمان وهتخليه يحول الفلوس. وفي الاثناء دي بيفوق ارمان وبيلاقي نفسه في فندق، فبيتصل على توني وبيطمنها ان هو هيحول الفلوس للدكتور. فبتساله توني هي هترجع ازاي لامريكا، فبيقول لها ارمان ان هو يعرف راجل بيزور جوازات السفر وبيديها عنوانه علشان تروح له. وبعد شويه بتوصل توني عند الراجل ده وبيعمل جواز سفر ليها هي وابنها، وبيجدد جواز السفر بتاع المتبرعه اللي معاهم. وبيقرر الراجل ده ان هو يكتب في جواز السفر بتاع لوكا ان هو يبقى ابن المتبرعه، وده لان المتبرعه معاها الجنسيه الامريكيه، وبكده هيضمن ان لوكا هيعدي من على الحدود. وبعدها بتوصل توني للحدود المكسيكيه مع ابنها والمتبرعه، فبتطلب توني من المتبرعه ان هي تاخد لوكا ويسبقه لان هي ضامنه ان الشرطه هتعديها. وبالفعل الشرطه بتفحص جواز السفر بتاع المتبرعه وبيعدوها هي ولوكا، لكن مع الاسف ما بيرضوش يعدوا توني. فبتتصل توني على ميلر وبتحكي له اللي حصل وبتطلب منه يساعدها، فبيطلب ميلر من رئيسته ان هي تكلم شرطه الحدود وتقنعهم ان هم يعدوا توني، لكن رئيسته بتفهمه ان الموضوع ده صعب جدا ومحتاج وقت. فبيضطر ميلر ان هو يسافر للمكسيك بنفسه علشان يساعد توني على الهروب. وعلى الناحية التانية بيوصل ارمان عند بارسا وبيقول له ان هو تعرض لمحاولة اغتيال لكنه نجا منها باعجوبة. فبيقول له ارمان ان هو شاكك في اخر واحد اتعامل معاه لان هو كان عاوز يشتري الاسلحة بتاعتهم بمبلغ قليل لكنه رفض يبيعها له. فبارسا بيسأله عن مكان الاسلحة، فبيقول له ارمان ان هو مخبيها في المستودع، وبيقول له كمان ان هو كان عاوز يبيع الاسلحة بسعر اعلى وعلشان كده سافر للمكسيك. وبكده يكون ارمان قدر يقنعه ان هو ما خانهوش. وبالليل بيوصل ميلر للمكسيك وبيقابل توني وبيقول لها انهم لازم يستنوا كام يوم لحد ما يخلص ترتيبات السفر، لكن توني بترفض لان ابنها مريض ومحتاجه تكون جنبه. فبيقول لها ميلر ان مفيش غير حل واحد، واللي هو انها تستخبى في شنطه العربيه لحد ما يعدوا حدود المكسيك. فبتوافق توني وبتستخبى في شنطه العربيه، لكن في الطريق بيوقفهم كمين وبيفتحوا شنطه العربيه علشان يفتشوها، وبيتفاجئوا ان توني جواها، وطبعا بيقبضوا على توني وميلر. وتاني يوم رئيسة ميلر بتوصل وبتفرج عنه، لكنها بتقبض على توني بتهمة الهجرة الغير شرعية. وبعدها بتوصل توني لأمريكا وبتتسجن هناك. وفي الوقت ده بيوصل لوكا مع المتبرعة لبيته، وبيستغربوا جدا ان توني لسه ما وصلتش. وفي نفس الوقت بيحقق ميلر ورئيسته مع توني وبيقول لها انهم كشفوها على حقيقتها وعرفوا ان هي بتشتغل لصالح العصابة، وبيفهموها ان العصابة مش هتحميها وان هم هيدوها فرصة تانية علشان تصلح غلطتها ويفرجوا عنها. وتاني يوم بتوصل توني للملهى الليلي بتاع ارمان وبتشوفها نادية وبتطلب منها تطلع برا، لكن ارمان بيوصل عندهم وبياخد توني للمكتب بتاعه، وبتقول له توني ان الشرطة الفيدرالية كشفتها وبتفهمه ان هي مش عاوزة تأذيه لان هو اكتر شخص ساعدها، وبتقترح عليه ان هو يتعاون مع الشرطة علشان يوقعوا بارسا. فبيقول لها ارمان ان هو مش بيثق في الشرطة لانهم ما هيغدروا بيه بمجرد ما يحققوا هدفهم، لكن توني بتوعده ان هي هتتكلم مع ميلر وهتقدر تقنعه بالاتفاق ده. وتاني يوم بتروح توني تقابل ميلر وبتفهمه ان هي مش هتقدر تخون ارمان لان هو الوحيد اللي ساعدها هي وابنها، وبتقترح عليه ان هو يتعاون معاه علشان يساعده في القبض على بارسا، لكن ميلر بيرفض لان هو مجرم. فبتاكد له توني ان ارمان شخص كويس، لكن بارسا هو اللي كان بيجبره يعمل حاجات مش عايز يعملها.
يقابلها، فبيقتنع ميلر بكلامها وبيضطر يوافق. وتاني يوم ميلر بيقابل أرمان في كافيه وبيتفق معاه ان هو يبلغه بميعاد تسليم شحنة الأسلحة بتاعت بارسا، وبيوعده ان هو مش هيأذيه. وبعد كام يوم أرمان بيغير رأيه وبيقرر ان هو مش هيتعاون مع الشرطة، فبتسأله توني عن السبب، فبيقول لها أرمان ان هو مش واثق في الشرطة، لكنه بيطلب منها ما تقلقش لان هو لسه عنده وعد وهيساعد الشرطة في القبض على بارسا، وبيطلب منها تثق فيه لان هو عنده خطة. وبنروح ليوم تسليم شحنة الأسلحة، وبنشوف ان ميلر مراقب أرمان وبارسا وهم بيتمموا الصفقة في الفندق، وفي خلال دقايق الشرطة بتوصل عندهم وبيقبضوا عليهم. وبعدها بنشوف أرمان وبارسا في عربية الترحيلات، وبارسا بيطمن أرمان ان هو هيخرج براءة من القضية لان مفيش اي دليل يدينه، وبيطلب منه يستلم كل شغله لحد ما يخرج من السجن، لكنه بيهدده ان هو هيخلص عليه لو فكر يخونه. وطبعا بيكون أرمان سعيد لان هو حقق اللي هو عايزه. وبعد كام يوم بتروح توني تزور أرمان في السجن وبيطمنها ان هو هيخرج قريب، وبيسألها هي ناوية ترجع الفلبين امتى، فبتفاجئ توني ان هي مش هترجع، وبتقوله ان هي قررت تستقر هنا، فبيفهم أرمان ان هي قررت ما تسافرش علشان تفضل معاه وبيفرح. وبالليل بتوصل توني مع فيونا للمستودع بتاع أرمان، وبتفاجئها ان أرمان سلمها المستودع بتاعه علشان تعمل فيه مشروع العيادة الطبية اللي كانت بتحلم بيه، وبتقولها ان هي هتكون شريكة معاها في المشروع ده. وطبعا فيونا بتفرح جدا وبتشكرها. وبعد شوية بيوصلوا للبيت وهم مبسوطين، لكن توني بتتفاجئ ان جوزها وابنها مش في البيت، فبتستوعب هنا ان جوزها خطف ابنها وسافر الفلبين. وطبعا توني بتنهار من العياط وبتكون مش عارفة هتتصرف ازاي. وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.